عام تبقى على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية، واحتفالا ببدء العد التنازلي على تنظيم الدورة تم وضع ساعات خاصة في العاصمة موسكو وكبرى المدن الروسية، وأزيح الستار عن تلك الساعات. وقد أعلنت روسيا بدء بيع التذاكر الخاصة بمنافسات الدورة 12 والتي يتراوح ثمنها من 12 يورو إلى 1250 يورو، لكن أكثر من نصف التذاكر حدد ثمن الواحدة منها ب 125 يورو. ويتزامن الاحتفال مع عزل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية أحمد بيلالوف بسبب تأجيل استكمال بناء البنية التحتية اللازمة لجزء من المركبات الرياضية للدورة.